اهلا بيكم في لايك اند شير واهم الاخبار والاحداث والترندات اللي متصدره مواقع التواصل الاجتماعي الاسبوع ده، واللي فيه منها احداث مثيره للجدل وتفاعل معاها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا. فعلا الاسبوع ده كان فيه احداث كتيره جدا واخبار كتير شدت انتباه الناس، بس يمكن من اهمها التصريحات الاخيره لوزيره الصحه الدكتوره هاله زايد حول فيروس كورونا، واللي قالت فيه ان احنا ناخد بالنا الثلاث شهور الجايين ديسمبر ويناير وفبراير، لانه الشهور دي الطبيعي معروف انها شهور الشتاء وكمان بتنتشر فيها الامراض التنفسيه، فلازم ناخد احتياطياتنا كويس قوي، نركز تاني على التباعد الاجتماعي، على غسل الايدين، وطبعا الكحول، واكيد كمان الكمامة. من ضمن المواصفات اللي أكدت عليها دكتورة هالة زايد في المؤتمر الصحفي إن لو هنلبس كمامة طبية نتأكد إنها ما تكونش واسعة، تكون على الوش مباشرة، أما بقى لو هنلبس الكمامة القماش فوزارة الصحة نزلت فيديو مخصوص بيتكلم عن مواصفات القماش الكمامة القماش الصحية. تعالوا نشوف.